سلامة الرئيس الأخ محمود عباس موقفا ثابتا بعدم القبول بالولايات المتحدة وسيطا في عملية السلام، حيث اختارت الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي وغض الطرف عن انتهاكاته. وقد شجع قرارها إسرائيل على التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا الأعزل، والتي كان أبشعها قتل المواطن إبراهيم أبو ثريا الذي بترت ساقاه في غارة إسرائيلية على غزة قبل نحو 10 أعوام. وطلب الحمدالله في كلمته عقب وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مدينة أريحة الصناعية، طلب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتمكين شعبنا وحكومته من السيطرة والاستثمار والبناء في المناطق المصنفة جي. أناشدكم وأناشد كافة الدول وقوى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتمكين شعبنا الفلسطيني وقيادته وحكومته من السيطرة والاستثمار والبناء في المناطق المسمى جيم، وفتح قنوات التواصل مع العالم خاصة مع الأردن الشقيق من خلال طريق رابط لأهداف التبادل التجاري. فإنجاز هذا الطريق سيثري عمل جميع المدن الصناعية ويحفز المستثمرين على زيادة إنتاجهم ودخول الأسواق الخارجية.